السلامة مرحبا بكم، اسمي أمالي الزغديدي. اليوم باش نقدم لكم لي تابلوات نتاعي. أول تابلو هو تابلو، هو ثاني تابلو أنا نعملو. فيه هو تابلو هذايا خلاني أنه نكمل في الرسم خاطر علمني برشا حاجات وحبيتو على الآخر. التابلو اللي بعده هو حبيت نحط حاجة نتاع تونس وكل شيء، سيدي بوسعيد. حبيت نوظفها في التابلو هذا. التابلو اللي بعده هو يمثل نيا الأنوثة وكل شيء. حبيت نعبر على كل طفلة معناها ونحطها في التابلو هذا. التابلو هذا عملته هو يعبر على شخصيتي، على خاطر حطيت كل هو فيه الألوان وكل شيء، وكل فكرة عبرت بها بلون وحطيتها في بقعة من التابلو. التابلو اللي بعده هذايا يعني على الاخر خاطر هو اخر تابلو عملته. تابلوات الكل عملته في ظرف شهر كها، اما هذايا عملته جزء في 4 سوايع كها. التابلو هذايا هو احسن تقنيه نستخدمها، واللي هي تقنيه الارسخيط والظل. احسن تقنيات هذوما نستخدمهم ديما. عندي التابلو اللي مثلني على الاخر ونحبه على الاخر، واللي هو هذايا تابلو. التابلو هذايا يمثل انت في غابة ظلام وقاعدة وحدك، لازمك تلقى الطريق باش انه تخرج من القاع المنحدر. القاع المنحدر هذايا يمثل في الغابة وفي الظلام وفي الحاجات اللي انت معناها تيأسك وتعطيك الحزن وكل شيء، وانت بشوية بشوية تلقى في الطريق للنور، واللي هو يكون هذايا اللي تخرج منه وتلقى الحل. في تابلو اللي حضرتهم لنا، ونشكر جزيل الشكر على اللمسه الفنيه نتاعك. بالطبيعه لحظه برك، دونك حاجتنا بال دونك لجنه التحكيم كان عندها اسئله، مانيش باش نتكلم، حاجتي بالهدوء. أنا مرة حطيت لوحات تصور لوحات لهذي، ولا وناس يتكلموا فيها يحبوا يشريوها معناها بالحق، وناس تواقع بين قوسين، مش نحكي على ناس أي إنسان معناها، وتبي نعرف اللي في العمر هذا وفي المرحلة هذي، ونلقى إنتاج كيف هكا وتناسق ومصالحة مع الذات، ووقت اللي تتكلم تو جيدا نقول هذه تمثلني، هذه تمثل المرحلة مني، هذه تمثل كذا. جبران خليل جبران يقول على تابلواته: هن بناتي في مساجد العبادة، هن بناتي. شكرا بنتي، ربي يوفقك ان شاء الله. ما شاء الله يعطيك الصحة سيدي. وانا تحدثت معنا على اساس كونه نعاونها باش تلقى اقرب السبل للوصول للشيء هذا. حتى تعمل عالم الديزاين وعالم هذايا الفنون التصميم، الفنون هذاك الدومين هذاك.